أنا أول سؤال أستاذة منى من القاهرة. ألو عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ نعمة وفضل كل الحمد سنة لله. وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. بص حضرتك، أنا سن 40 سنة وعندي بنتين 14 و15 سنة، وبناتي متفوقين. بيني وبين جوزي على طول مشاكل وتملي موسوس من ناحيتي، وبيعاملني بأسلوب وحش ومستقوى عليا قوي، مني والدي متوفي ومليش الا اخ، ما بحبش ان انا احكي له على كل حاجه. ومعايا بناتي على طول مشاكل ويهن قدامهم، والبنات بتزعل عليا من كتر الاهانه، ان البنات عايزه تهينه، وانا اقول لهم ابوكوا كويس، لا ابوكوا مش عارف ايه. بس انا تعبت يا شيخ، تعبت من معاملته، اسلوب اللي مش كويس، مش عارفه اعمل ايه يا شيخ. هل انفصل عنه واخد بناتي؟ طب هو اللي انت فيه ده كان قبل الجواز موجود؟ يعني ده من اول الجواز؟ انت بقالك كام سنه متجوزه؟ كام، 15 سنه ولا حاجه؟ 15 سنه. طيب يبقى انت بقالك 15 سنه مش كده؟ ايوه. طيب هل ده كان من طول حياتك، ولا ده اتغير في اخر الايام، في اخر الوقت؟ لا ده كتر من حوالي كده 7 سنين. 5 سنين، 6 سنين. 7 سنين. هو اكبر منك بخمس سنين ولا بست سنين؟ 12 سنه. طيب خلاص، احنا دلوقتي في ازمه منتصف العمر. هو الراجل في ازمه منتصف العمر، فالحل الوحيد هو ان احنا لازم يقعد مع حد ويفهمه الاثار السيئه لده على اولاده. لازم يجي يقول له على فكره ده هيعمل مصيبه في تعاملك مع اولادك، الاولاد دي هتروح تحت يحتويها حد تاني، وان اللي بيحصل ده حرام، لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاثم ان يضيع الرجل من يعول. فيقول له كده اللي بيحصل ده هيضيع ولادك، ولو ضاعوا ولادك انت ساعتها مش هتحس باي حاجه، الاسره كلها هتروح، فانت لازم تتقي الله سبحانه وتعالى. فلازم يقعد مع حد يكون له كلمه عليه. طب ما فيش، نروح للمتخصص، بس هو لازم حد يكلمه. لكن تركه هكذا بدون مواجهه وبدون وقفه، الامور هتسوء. ليه؟ لان هو في الفتره الحاليه ديت هو شايف ان هو عايز يتخلص من الاعباء ويعمل فيها عصفور ويطير. انا مش بتكلم على الحاله بتاعه النمط اللي احنا فيها ده، المشاكل دي، لان هو حاسس ان هو ما بيحصلش رغبته اللي هو عايزها. هل ده مبرر؟ لا، ده تفسير مش تبرير. وعشان كده لازم يقعد مع حد، والحد ده يكلمه ويعرفه الاثار السلبيه للي بيحصل ده جدا. بس انا بالنسبه لحضرتك، انا لازم توقفي 3 حاجات بتعمل الالتهاب، يعني بتزود الحاجه سوءا. نتوقف عن الانتقاد، ونتحول من الانتقاد الى فكره ان احنا عايزين نبقى سعداء مع بعض. وتعالى واساعدك لو ان احنا اتكلمنا واتفقنا على حاجه، اوعدك ان احنا هنساعد بعض ونعملها. الحاجه التانيه، توقف عن اللوم، نقلل اللوم ونقلل الشكوى. ال3 حاجات ديت هو اللي دايما بيستدل بيها الرجاله على ان هم يتخلوا عن مسؤوليتهم. اصل البيت مليان نكد. طب والبيت مليان نكد تسيبه وتمشي؟ البيت مليان نكد، اقعد وكفف منابع النكد، خليك راجل وادي مسؤوليتك وحافظ على بيتك. حلو قوي البيت مليان نكد، ما هو خلاص لما بيقول البيت مليان نكد بنبقى عارفين السيناريو اللي هو ماشي فيه ايه. فاتقي الله. فانا بقول لزوج حضرتك يتقي الله، ولازم يراجع نفسه، لانه لو ما راجعش نفسه هيقع في اثم ويقع في كبيره. وعشان كده يتقي الله سبحانه وتعالى.